أحبائي حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا معكم مرة أخرى في درس جديد من دروس التربية التشكيلية، واليوم عنا أنشطة التقويم والدعم، كتاب الأساسي في التربية الفنية للمستوى الثالث ابتدائي. هذا الدرس الأول كتسمحنا نهينا الفيديوهات ديالو كاملين، وغادي نبدأ بإذن الله وعلى بركة الله نبدأ الأسدس الثاني إن شاء الله، ونحاول ما أمكن أننا نعدلوا الأشكال الجميلة اللي كيطلبوها مننا ونعدلوا الأعمال ديالهم الفنية الجميلة. إذا قبل ما نبدأ هذا العمل هذا، لا تنسوا أنكم تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، دعما منكم لي أنا باش نستمر، وفي نفس الوقت باش يوصلوا لكم جميع الفيديوهات هذا المقرر. اذا على بركة الله نبداو التمرين ديالنا. التمرين ديالنا كيقول لك اتمم انجاز شجرة غريبة باستعمال اشكال عضوية بتقنيات التلوين. بتقنيات التلوين يعني الملونات. حنا عندنا هنايا الالوان المائية، ويمكن نحتاجو حتى الالوان الخشبية، نمشيو نجيبوها اصلا كاع. او الالوان الشمعيه ولا اللي كان، ماشي مشكل. ها هما هادو الالوان الخشبيه، هادو الالوان المائيه، وغادي نعدلو الشجره ديالنا. ما اصلا بداو عندنا، حنا غنكملوها. غنشبرو الملون بني او اسود او اللي بغيتو، وغادي نكملو الشجره ديالنا. نطلعو هيدا، نبقاو فين ما كانت شي شعبه نشعبو بها هايدا. شحال ما كانت عشوائيه، شحال ما كتجي واعره. نقدروا نعدلوها باللون بني ولونوها بالاخضر، او نقدروا نعدلوها باللون بني وندورو عليها بحال دابا هايدا. مثلا نقدر نشبر اللون الاخضر، نقدر مثلا هذه اللونه باللون الاخضر. وما تنساوش ملي تكونوا كترسموا الشجره ما تعملوش غير لون اخضر واحد، عملوا بزاف ديال الالوان، عملوا المفتوح، المغلق، الاصفر، يعني حتى الاصفر دخلوه، لان كيكونوا بعض الاوراق كيكونوا ماتوا بفعل الحراره والشمس، كيوليو صفرين ياك، وكيكونوا بنيين، كيكونوا يعني بجميع الالوان. مثلا انا عملت هذه بهذا الاخضر، هذا غنعمل هذه بالاخضر اخر، وهكذا وكنستمر في العمل ديالي. كيجي العمل مزيون، كيجي منوع. نقدر مثلا نعمل هذه هنا، او عملوا جهه مفتوحه وجهه مغلوقه باش يبان بحال زعما مثلا الظل والضوء، باش يبان جهه ضارب فيها الضوء وجهه ضارب فيها الظل. دابا انا بديت الجهه اخرى مغلوقه، يعني غنستمر هكذاك بحال هكذا، ونجي لهنا عاوتاني هذيك اللي عملتها انا، نعدلها الخضر المغلوق. هي مجرد عدله عشوائيه، لانه ما قالوا لك اشكال عضويه، ماشي ضروري تجي معوطه بالمليمتر. بحال هكذا، ونجي مثلا نكمل على العمل ديالي. العفو اسمحوا لي، بحال هكذا. لاحظوا معايا، نقرب لكم الفيديو وتشوفوا شويه. لاحظوا انا كنعدلها عاديه، ماشي شي حاجه سبيسيال. كنعمل غير فحال خويتمات هيدايا صافي، وكندور نلونهم، وكيجي المنظر ديالهم هائل. هنا عاوتاني كذلك غادي نجيب هنايا هيدا، وكنستمر حتى كنعمر الشجره ديالي كامله. يعني ماشي شي عمل صعيب اللي ما غتعرفش تعدلو. هيدا ها كنعمل بحال قطره الماء، بحال قطرات ديال الماء، مش وهي الوريقات بحال هكذا.
ممكن هنا مثلا نجيب هذه هايده، غنعدل الاشكال والانواع. المهم كيما عجبني الديكور غنعدله. فهمتوا دابا كيفاش؟ لاحظوا اننا بدات كتشعب لي الشجره ديالي، غندور عليها عاوتاني بالالوان. عندي هاد جوج الاخضر، الا عندكم شي اخضر اخر حتى هو عملوه. عندكم مثلا الملونات، عملوا الملونات اللي بغيتو تعملوهم عملوهم. اذا غنستمر هاد الجهه مفتوحه وهاد الجهه مغلوقه وهكذا حتى نكمل العمل ديالي. لاحظوا معايا ساهله، ماشي شي حاجه صعيبه. اهم حاجه هي انك تعدلها بيدك، هذا هو المهم. بحاجتك سهله، بحاجتك صعيبه عملها بيدك. الا جاتك سهله تبارك الله، جاتك صعيبه انت هنا كتعلم، كتسمى هي وسيله ديال التعلم. كنستغل الفرصه انني ما كنفهمش واحد الحاجه ونمشي نتعلمها. لاحظوا معايا، لاحظتوا كيف جات جميله جدا. غناخذ عاوتاني الجهه الاخرى المقابله، غنعملنا الاخضر الغامق. كما قلت انا ديجا بديت بالغامق، ماشي مشكل. نتوما بغيتو تخلطوها خلطوها شي هيدا شي هيدا. تقدروا تعملوا الاصفر، تقدروا تعملوا البني، الاوراق بنيين كيكونوا مثلا محروقين بالشمس كيطيحوا، خصوصا فصل الخريف. نعدل هذه هيدا، لاحظتو وكنبقى نستمر في العمل ديالي حتى كنسالي. من بعد مثلا الا ما بغيتش نلون بالبني هذا، ما بغيتش نلون به، بعدا هذيك العريقه غنلونهم بكاريوكا. هذه نلونهم بكاريوكا باش يبان، هاد العريقه هادو غنلونهم بكاريوكا باش يبان بحال هكذا. لاحظوا معايا انا كنلون وانا كنزيد، اصلا كنخربق، ما عرفتش كنعدل انا تما. المهم لاحظوا يعني، شوفوا معايا مزيان، يعني شي عمل بسيط جدا. انا كنحاول لقد اللي قدرني الله انني نبسط لكم الدروس باش ملي تمشيو تعدلوا بحاله تجيكم سهله. حبيتوا تعدلوا بحاله عدلوا بحاله، بانت لكم شي فكره اخرى عملوها سهله. لاحظتوا كيف جات واعره. انا باقي غنزيد لها الشطاب، يعني انتينا ما تخليهاش هيده، عمره بالشطب، عمره، ما تخليش شي متع خاوي. ودابا حيت هذه بلاتي نسينا هذيك اللي كيكون في الوسط ديال الشجره، وهذه حتى هي نسيناها. ودابا غنشبر الملون بني ديال هذا فاتح، وغادي نعمل هذا غنلونه بالملون باش يعطيني ديك الكرش ديالو. هاد الكريشه هادي تبقى كتبان، هاد الصريره هادي اللي كتكون في الشجره تبقى كتبان. ولكن لاحظوا معايا انا غنعمل واحد اللعيبه، غنشبر البني الغامق وغادي نعمل هنا الظل. لاحظتوا كيف جات الديكور ديالها، جا جميل جدا. ممكن نتوما تعدلوا كثار من هيدا وحسن من هيدا، نتوما غتكملوا عليها. انا عطيتك الفكره، وصلت لك الديكور، وانتينا غتكمل عليه. يعني كتشبر كتعمل غير الخويتمات، غير الدويورات، تفاهمنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، وكنتمنى نلقاكم فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، وفقكم الله لما فيه الخير، وإلى اللقاء.